معانا على التليفون دكتور احمد كريمه، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك يا دكتور، يعني دايما بتنورنا كده في مصر الجديده. وتعليق حضرتك وحكم الدين في الشماته في الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اثمن ما تفضلت به استاذه انجي، ربنا يبارك فيكي، والتقط طرف الخيط من اخر عباراتك المضيئه من الكلمه الطيبه التي هي عزاء ومواساه لاسره الشهيد عبد الله حسن يوسف رحمه الله عز وجل. حضرتك بتصفه بالشهيد. ايوه، لان انا يعني ساذكر لك الدليل الشرعي. اتفضل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من مات حتف أنفه فهو شهيد. الغريق شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم يعني الجدار والانهيارات لا قدر الله شهيد، والنفساء شهيدة. فالشهيد عبد الله حسن يوسف مات حتف أنفه يدخل في هذا الحديث الشريف. أولا هو مات بعمره، مات في مكان حدده الله سبحانه وتعالى، وما تدري نفس بأي أرض تموت، مات في الزمن الذي حدده الله قبل أن يخلقه، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. من مكارم الأخلاق أولا، لو اختلفنا مع إنسان أيا كان نوع الاختلاف، في لا قدر الله ديانة، في عقيدة، في جنسية، في قومية إلى آخره، العلاقات الاجتماعية الإنسانية، أن الإنسان لا يظهر أو لا يعلن أو لا يقدم الشماتة بأخيه الإنسان أيا كان الإنسان. وأضرب مثالا تطبيقيا، في معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد انهزام كفار قريش تركوا قتلاهم وتركوها للجوارح من الطيور والهوام والدواب والسباع. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يحفر لهم ووراهم التراب. هذه مكارم الأخلاق. أما حضرتك ما ذكرتيه من الخوارج، سواء كانوا إخوان أو متسلفة أو دواعش، دول كلهم حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منهم فيما أخرجه البخاري ومسلم بالسند عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج في أواخر الزمان حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، هم فعلا سفهاء، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: اعتزل تلك الفرق، يعني الإخوان المتسلفة، الشيعة، الدواعش، كل هؤلاء نعتزلهم، اعتزل تلك الفرق، ولأن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أقول لحضرتك السطر الأخير. اتفضل. قد تسألين وتعجبين والمتابعين الفضلاء والفضليات، لماذا يصدر هذا من إخوان أو سلفية إلى آخره؟ لأن يا سيدتي فرق ما بين الالتزام الدين الصحيح والتدين المغشوش. يتصدقهما بشعارات دينية ولكن هم أبعد ما يكونوا عن تنفيذها. تدين مغشوش. أنا هقول لسيادتك، ده دين المعاملة، لو أني لا أريد أن أشخصن المسألة. اتفضل. في عام 2014 أقدمت خلية من جماعة الإخوان حل إقامتي بمركز العياط بإحراق سيارتي الشعبية شاهين المشترى بالتقسيط من أحد البنوك. ويعني اضطريت في قسم شرطة العياط أن أتنازل حتى لا يقال أن داعية وأزهري وشريعة تسبب في إدخال هؤلاء السجن. صدقيني والله 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 غير كاذب ولا حانس، إلى هذه اللحظة
هذه الخليه من مركز العياط لم يعتذروا، لم يجبروا خاطري الى هذه اللحظه، دي اخلاقهم، دي اخلاقهم، مغيبين عقولهم ليست في رؤوسهم. طيب، بل سؤال. في من يوجههم فعلا سؤال، هل الموت يعتبر ابتلاء؟ هل الموت عقاب؟ شوف حضرتك، ربنا بيقول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن إيه؟ إنك ميت وإنهم ميتون. الله قال في كتابه العزيز: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله يفتح عليك. من هنا قلت لك هذا الشهيد عبد الله، أرجو أن تنقلي لأسرته وآله وزويه صادق العزاء وجميل المواساة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل شهيدهم بقبول حسن، وأن يربط على قلوبهم، وأن يجمعهم به على باب الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من فقد ولده وصبر واحتسب التقاه على باب الجنة إن شاء الله عز وجل. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. طيب.